باند الفريكوينسي تبعها هي 432، هو نفس التردد الصوتي للي بيسمعه الجنين ببطن امه. هاي واضح، اسمي انس الحلبي، عمري 32 سنه، من سوريا. انا اول عازف في آلة الهانتان بالوطن العربي. الشيء اللي بيميز الهاند باند الفريكوينسي تبعها هي 432، باقي الآلات الموسيقية هي 440. شو يعني 432؟ هي نفس صوت الماء، هو نفس التردد الصوتي تبع صوت الماء، هو نفس التردد الصوتي للي بيسمعه الجنين ببطن أمه من أول لحظة، فنحن متصلين بهاي الفريكوينسي. بالإضافة أن صوت الفضاء كمان 432، فالهاند بام بطبيعتها الصوتية هي آلة طالعة من الطبيعة. اليوم الهاند بام هي أحد أهم الآلات الموسيقية اللي بتساعد كتير للريلاكسيشن، للميديتيشن، لليوغا بشكل عام. نحن من 2018 بدأنا نستخدم الهاند بان كموسيقى علاجية بتساعد أطفال مرضى السرطان وأطفال مرضى التوحد، وبناء عليه بلشنا رحلتنا من الإمارات للهند لتنزانيا لروسيا. الحقيقة في حالة عمرها 9 سنوات، طفلة درست هاند بان لمدة 5 شهور، فضل رب العالمين شفيت من السرطان. بعد العلاج الطبي والعلاج الكيماوي هو ساهم بتحسين خطوط الدفاع عندها ضد المرض. اليوم أنا عندي 74 طالب من 23 جنسية بالعالم. أسسنا أوركسترا، هي First Hand Pan Orchestra in the World، ودخلنا كتاب جينيس ب 14 جولاي 2021. ب 2019 عملت مصنع للهاند بان، وهلا موجود أنس هاند بان براند بكل دول الخليج، الهند، بتنزانيا، ببيروت، وقريبا جدا بالعراق. آخر شيء بقول لكم، حب حلمك والحق وين ما أخذك. باي باي.